خلونا نروح للدراما الوطنية وتأثيرها على النشء والصغار. والحقيقة إنه مسلسل الاختيار عمل حالة يصعب وصفها، حالة ما كانتش موجودة يمكن من رأفت الهجان. طبعا كان في النص فيلم الممر، ولكن أعتقد أن الدراما، أو من الواضح كمان أنه الدراما لها تأثير مباشر، بما أنه بتدخل كل بيت وبتبقى على مدار أيام، فيمكن بتعمل حالة تأثير على مدار أيام، وليس حالة على مدار ساعتين ممكن تخرج بها يوم أو يومين. مؤخرا نشر الكابتن أمير عبد الحميد حارس مرمى النادي الأهلي السابق فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام، ظهر خلاله ابنه آسر وهو بيجسد مشهد استشهاد البطل أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة في مسلسل الاختيار اللي تم عرضه طبعا في رمضان. تعتبر جملة على العهد يا رجالة، وزي ما اتفقنا التفن بأفرولي الشهيد لا بيتغسل ولا بيتكفن. دي يمكن من أشهر العبارات اللي ردتها أمير كرارة في تجسيد شخصية المنسي في مشهد استشهاده في نهاية المسلسل، وكمان ردتها كتير من الشباب والأطفال. ولكن هنا بيقولنا نتكلم عن هذا الخبر، كمان ردتها نجل كابتن أمير عبد الحميد. خلونا نروح نشوف هذا الفيديو ونرجع تاني. هتدفن بأفرولي شهيد ولا بتكفن ولا بتغسل؟ لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.